بسم الله. النقطة رقم 23، إدخال نص إلى مالئ الفراغ. ترجمة: الاسم بالإنجليزي place holder. place holder حاجة بتحدد المكان، يعني لو في مكان فبتقسمه وبتمسكه لك عشان إيه؟ تدخل فيه الكلمات أو النص اللي أنت عايزه أو الصورة اللي أنت عايزها أو أي شكل من الأشكال اللي أنت عايز تدخلها في place holder ده. ويتم الإدخال في شكلين أو في عرضين، في العرض القياسي والعرض المخطط التفصيلي. تعالوا نعمل حاجة عملية عشان نشوف. ماشي، قال لك أنت لما بتيجي هنا بتقول له من مفتاح أوفيس، تقول له جديد، وتقول له أنا عايز عرض تقديمي فارغ، وتقول له إنشاء. نعم، لما تشوف هتلاقي مش مدي لك تخطيط فاضي، لا مديلك اكنك نموذج وفي مكانين، مكان تضيف فيه العنوان ومكان تضيف فيه العنوان الفرعي. جميل جميل. فهو عمل لك الادخال زي نموذج، نموذج جاهز. بتروح تطلب اي طلب من جهه حكوميه فبيديلك نموذج واماكن مخصصه عشان ايه؟ عشان تكتب فيها. ده شيء جميل، لان انت عارف مكان خاص، بدل ما تروح تعمل تدخل هنا مربع نص وهنا مربع نص وتحطهم فوق بعض وتخليهم في وسط الصفحة. هو عمل لك كل الكلام ده، مجهزه لك، انت ما عليك الا انك تكتب. نعم، فبيقول غالبا اول صفحة تبقى صفحة عنوان، هيبقى في عنوان وشرح بسيط عن الشيء اللي انت عايز تعمله. ولو عملت انتر بعديها، يعني شريحة جديدة، هتلاقي لا، الشريحة اللي بعديها عنوان ومحتوى تحتيه. المحتوى التحتيه اما نصي، وممكن تعمله تحط فيه فيلم، وممكن تحط فيه قصاصة فنية صورة، ولكن من داخل الباوربوينت، ممكن تحط فيه صورة، ممكن تحط فيه اكسل جدول، ممكن تحط فيه مخطط، ممكن تحط فيه رسمة، انت حر. ولكن الشكل بتاعه هو ايه؟ عبارة عن محتوى وعنوان فوقيه. طبعا انت القادر، خلي بالك ان ده برضو نموذج فيه عنوان وتحت فيه ايه؟ محتوى. قادر على انك تدخل واحدة جديدة، هتقول له شريحة جديدة، ولكن الشريحة دي هتقول له ان عايز عنوان ومحتويين، وبعد ذلك تحط عنوان وتحط محتوى يكون صورة، والمحتوى التاني يكون كلمة او كلمات او نصوص، انت حر. يبقى اتفقنا ان الحاجة دي هتكون على المستند ده او العرض الباوربوينت، ما هو الا كل صفحة هي عبارة عن نموذج بتملاه بواسطة كلمات معينة. تعالوا شو بقى نقدر نملاه ازاي. تعالوا، انا محضر لكم عرض من العروض بنتكلم فيه على الاي سي دي ال عشان اوريه لكم، وبعد كده نعمله بايدينا. نعم، ادي العرض، هيتكلم عن الرخصه الدوليه ويحط ايه كلام عنها بسيط. وبعد كده الرخصه الدوليه بتتكون من ايه؟ 1 2 3 4. وبعد كده بتتكلم المفاهيم الاساسيه، بتتكلم عن ايه اللي هي اول ماده، المقرر الاولاني المفروض هدفها ايه؟ ان تخلي الطالب على فهم ووعي بتقنية المعلومات على المستوى العام. المهم بعد كده هنتكلم عن المادة التانية اللي هي الويندوز، اللي بنشرح فيها الويندوز بمختلف يعني الاصدارات بتاعته. ربما نشرح اكس بي، ربما نشرح ويندوز 7، ربما نشرح ويندوز. المهم، وبيقول لك بعد كده ان المادة دي بتتعلم الطالب استخدام الحاسب الالي ونظام تشغيله وتنظيم الملفات. وجينا بعد كده لانها ده اختلفت بقى، عبارة عن فوق العنوان ويمين محتوى من صورة وشمال محتوى كلمة، وممكن تعمل بالعكس. احنا عايزين نشوف ده نقدر نعمله ازاي او نكتبه ازاي. والدرس ده مهم لسبب بنستخدمه كتير قوي، اكتر حاجة بنستخدمها ان احنا نكتب، هو اكتر حاجة بتاخد وقت اكتر من اي شيء، لان سهل لنا كتير ان احنا نعمل بعد كده التصميم، بنعمله بعد كده بنعمل حركات، وبعد كده بتعمل تنسيق، كلها عمليات وربما سابقة التجهيز عند الباوربوينت. تعالوا نبتدي نعمل زي اللي في ايدينا ده. هنروح هنا في مفتاح اوفيس ونقول له جديد عشان يعمل لنا واحد جديد، عرض تقديمي فارغ، ونقول له انشاء. جميل، لو تفتكروا فعلا اول واحده كانت عنوان. نعم، نكتب ازاي؟ قال لك على طول ادي الشريط دي بالنسبه لهنا، ده عرض شرائح، ادي اسمه عرض ايه؟ شرائح. وهنا اهو مخطط تفصيلي، ادي عرض شرائح ومخطط تفصيلي اهو. وهنا ده عرض الشريحه،
العرض القياسي اللي تكتب فيه. فاحنا عندنا طريقتين في الكتابة، يا اما تكتب هنا هو في العرض القياسي، يا اما تكتب ايه في المخطط التفصيلي. هنشوف واحدة واحدة. في العرض القياسي هاجي اكتب هنا في اول حاجة كنا كتبنا ايه، تعال نشوف الرخصة. انا هكتب هنا الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر، خلاص. وهنا عنوان الفرع اللي هنتكلم عنه عامة، ايه الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر، بتعمل ايه، اهداف المقرر هنا، خلاص. بس نشوف كده اهداف المقرر ايه، احنا عندنا هناك جاهز، ولكن هنا اهداف المقرر. لو جينا شفناه في الجاهز في تبديل الاطارات ونشوفه هو فين، ادي هو ثلاثة، ايوه اللي هو اول واحدة اللي هو شهادة رخصة دولية، تعتبر هي الشهادة، تعتبر هي المعيار الدولي. فلو قلنا تعتبر هي المعيار الدولي الذي يحدد مهارات الفرد في استخدام الكمبيوتر، لان الدرس اللي احنا بنعمله حاليا بنعمله على ان انا اعلمك ازاي تدخل ايه المعلومات، يبقى هي المعيار الدولي لمعرفة التعامل مع الحاسب الآلي. ونيجي للصفحة اللي بعديها، أعمل إنتر. الصفحة دي هي عبارة عن عنوان ومحتوى. هيكون في عنوان نفس الشيء، العنوان هيكون رخصة دولية لقيادة الكمبيوتر، بدل ما اكتبه جديد اعمله نسخ، واجي هنا اهو واقول له لصق. بس احنا مش عايزين نشتغل بالطريقة دي، احنا عملنا دي خلاص عن طريق الايه؟ ادخال في الشريحة القياسية. انا عايز بقى ابتدي ادخل بالطريقة التانية اللي هو المخطط التفصيلي. جميل، ركز معايا. احنا عندنا كام عنصر في النموذج؟ عنصرين. الاولاني بوكس، صندوق مكتوب فيه ايه العنوان، وتحت صندوق اخر مكتوب فيه الايه المحتوى. انا فين حاليا؟ لما يكون مؤشر الكتابة امامي هو، انا في الشريحة التانية. يعني لو كتبت حاليا هكتب في اول ايه، اول شيء، فهبتدي اكتب برضو فيها الرخصة. انا خلي بالك انا بكتب اهو، ولما بكتب الناحية دي انا بكتب الناحية دي، انا بكتب الناحية دي، وعلى طول ريفلكت وبينعكس على الناحية التانية. يبقى الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر، طول ما أنا بكتب كده من غير ما أعمل حاجة، فإني بكتب فين؟ بكتب في أول جزء اللي هو العنوان. عايز أنقل العنصر الثاني الموجود في النموذج أو في الورقة أو في الشريحة الوصالي، أعمل إيه؟ كنترول، زرار كنترول مع إنتر. طيب فنشغل الكيبورد كده عشان اوريكم وافكركم. هنجيب الكيبورد هنا اهو، ايوه انا هنا اهو حاليا يا جماعه. عشان انقل دي اروح دايس على ايه، كنترول، ايوه مع انتر. كنترول مع انتر عمل لي دي. انا بكتب فين دلوقتي؟ تعال نشوف. اول حاجه المفاهيم، هكتب الله، ده اول ما ده فعلا نقل وبيكتب لي فين، في الجزء ايه اللي تحت زي ما انتم شايفين الناحيه دي، مع ان انا بكتب الناحيه دي. يبقى نقل فين؟ نقل على المحتوى، نقل على المحتوى. يبقى الجزء اللي فوق ده كان العنوان، وتحت الايه المحتوى. يبقى المفاهيم الأساسية خلاص لتقنية المعلومات. وبس كده. طبعا انا ارجع علشان أساسية، انا نسيت دي، فاجي انا اهو واعمله ايه، يه، فالأساسية. ماشي الحال؟ اوكي. الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر، فابتدي بحط فيها واحد. اعمل بقى دلوقتي ايه النهاية، انتر كمان. عندنا في حاجة تانية اللي هي ايه، اللي هي نظام التشغيل. بعمل انتر عشان اجيب التاني، مش كنترول انتر. كنترول انتر هينقلني على الشيء اللي بعديه. احنا قلنا هنا في اتنين، ادي اول واحدة والتاني واحدة. كنترول انتر هينقلني على اللي بعديها، فتطلع في ايه، في شريحة جديدة.
عنصر جديد. لكن انتر معناه ايه؟ اكتب نقطة جديدة، اكتب نقطة جديدة في نفس الايه في المكان. خلي بالكو كنترول مع انتر بتنقلني من عنصر اللي هو العنوان الى عنصر المحتوى الى عنصر تحتيه في شريحة جديدة، هيكون عنوان الى عنصر تحتيه محتوى كذا، ده كنترول مع انتر. انما انتر لا، انتر بتديني باراجراف جديد، فقرة جديدة في نفس المكان، نقطة جديدة في نفس المكان. ادي نظام التشغيل وايه وتنظيم الملفات. معلش حتى لو بجيب كلمة غلط او معنى غلط، مش هو ده مقصودنا. انتر كمان هيديني ايه؟ انتر، انا بقول انتر مش كنترول انتر، انتر هيديني ايه؟ نقطة جديدة. ماشي، نجيب دي عشان نكتب براحتنا ونشوف اللي بعد. احنا قلنا نظام التشغيل وتنظيم الملفات، نشوف اللي بعديها هيكون ايه؟ معالج النصوص والكلمات. انتر، بعديه الجداول الالكتروني اللي هو الاكسل. انتر، اللي بعديه هيكون باوربوينت او العروض التقديمية. انتر، اللي بعديه هيكون الاكسس اللي هو قواعد البيانات. والاخير هيكون الانترنت والاتصالات. واحد يقول لي مش يستحسن ان انا اخلي دي بدل ما هي نقاط اخليها ايه؟ اختارها كلها كده واخليها ما تكونش نقاط، وانها تكون ايه؟ تكون ارقام 1 2 3 4. بعد ما اختارها ادوس على 1 2 3 4، هتتحول لي الاختيار من هنا او من هنا. مش مكانها يكون مكانها في التنسيق بعد كده، ولكن انا بقول لكم على اساس تكون شكلها حلو. انا دلوقتي هنا وعايز اعمل ايه؟ خلاص انتهينا، وعايز ابتدي شريحة جديدة. ابتداء شريحة جديدة هنا هو كنترول مع ايه؟ مع انتر. مش انتر، انتر هتديني نقطة رقم 8. لا انا مش عايز انتر، خلاص هم 7 نقاط. يبقى اعمل ايه؟ كنترول، انا موجود هنا، ايوة كنترول مع انتر عشان تنهيلي. هتروح هي لايه؟ هي هتروح لعنصر جديد موجود في الايه؟ في الشريحة، ما فيش العنصرين، تروح لايه؟ وشريحة جديدة، واول عنصر في الشريحة الجديدة كنترول مع انتر عملت لي ايه؟ راحت لي في شريحة رقم 3، وهنكتب في الشريحة رقم 3. احنا كتبنا مرة في الشريحة القياسية، وبعد كده كتبنا مرة في مخطط التفصيلي، تعالوا نكتب كمان في المرة دي في الايه؟ في الشريحة القياسية. هنكتب ايه؟ هنكتب اول شيء اللي هو المفاهيم الاساسية لتقنية المعلومات. المفاهيم الاساسية لتقنية المعلومات. وهنكتب ايه تحت؟ هنكتب هدف كل مادة على حدة. فهدف مادة بالنسبة للمادة اللي هنتكلم عنها اللي هي تقنية المعلومات، هنشوف كده نكتبها. هدفها يا سيدي بيقول يعني هدفها هو اعطاء او اكساب المتدرب او المتعلم، ايوه، بعض مفاهيم تقنية المعلومات، وايه تاني؟ على المستوى العام، وان يفهم الاجزاء المكونة للحاسوب والبرامج التي تعمل على
الحاسوب. ده احنا بنقول على حاجة سريعة كده ما تحاسبناش عليها، حاسبونا بس على ان ان شاء الله يكون وصل لايه المفهوم او لا. نعم، احنا جينا هنا بقى عايزين في الشرائح العادية اهو، احنا عايزين ايه نجيب واحدة جديدة، شريحة جديدة، وهنضغط على دي ونضغط على انتر. اه والله الشريحة دي كويسة، لكن احنا عايزين بقى نبتدي نعمل ايه، شريحة بمحتوين، شريحة بمحتوين. فاجي على الصفحة الرئيسية واقول له معلش من التخطيط انا عايز شريحة بعنوان ومحتوين. لما تيجي تشوف الشريحة اللي بعنوان ومحتوين فيها كام نموذج، ولكن فيها كام مكان للادخال في النموذج، قال لك في واحد العنوان، اثنين اضافة نص او محتوى، ثلاثة اضافة نص او محتوى. فلو جينا نكتب في المخطط التفصيلي هنكتب بالشكل ده. نعم، احنا هنا ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن نظام التشغيل، فاكتب نظام التشغيل. انا بكتب انحيادي. اوكي، نعم، عايز انقل لاول محتوى، كنترول مع ايه؟ مع انتر. لا انا مش عاجبني، نسيته. لا اصحوا، هاجي نو اقول له انا عايز انقل للمحتوى الثاني، اضغط على كنترول، انا فين هنا هو، اضغط على كنترول مع انتر. دلوقتي لو كتبت هكتب الناحيه دي ولا الناحيه دي، هنشوف. انا وشوف عمل حتى هنا واحد ايه هي المحتوى الاولاني، هنشوف بيتكلم عن ايه نظام التشغيل. معلش ثانية واحدة عشان اقول لكم النظام التشغيل بيتكلم عن ايه، على حسب ما هم قالوا مش على حسب ما احنا نألف. ايوه بس بجيب معلش. بيتكلم يا سيدي، بيقول لك يتطلب اكساب، المهم اكساب الطالب معرفة وقدرة على استخدام الوظائف الاساسية حسب الاتي. اكساب، انا جه هنا بقى اكساب الطالب، ايوه المعرفة والقدرة. ده طبعا هم كتير بس احنا مش هنكتبه كله عشان ايه ما نطولش. استخدام الحاسب الآلي، خلاص، ونظام تشغيله، وسيكون الطالب قادرا على العمل بفعالية مع بيئة سطح المكتب ومع بيئة صح ومع بيئة ايوه سطح المكتب وهكذا. وقلنا ادي كويس انه زودوا الناحيه دي. طبعا عايز اعمل ايه؟ عايز كمان ادخل هنا نص اخر او صوره اخرى. لو عايز ادخل صوره مع ان ده مش في وقته، نودي ده هناك، اروح دايس على قصصه فنيه مثلا واقول له هنا دور لي على حاجه خاصه بالكمبيوتر واعمل انتر، هيجيب لي صور خاصه بالكمبيوتر وحفظ الملفات. تعالوا نختار واحده منهم، ادي الكمبيوتر وحفظ الملفات، اختار اللي انت عايزه وليكن مثلا اي حاجه، مش يعني مش هي دي اللي الاساس ان احنا نكون عارفين. نختار ادي صوره عن حفظ الملفات وكفايه كده. يبقى اذا بهذا الشكل احنا نقلنا ادي واحد اثنين والثالث، ماشي. يبقى بالشكل ده في هذا الدرس تعلمنا ايه؟ تعلمنا ان لما بعمل عرض جديد، العرض الجديد ده بيكون عبارة عن زي نموذج، ادي هو نموذج جديد بيكون عبارة عن نموذج، والنموذج ده بيكون في يا اما زي ما انتم عنوان وشريحه، عنوان وعنوان فرعي يبقى عباره عن نموذج في مكانين للادخال. ممكن ادخل على طول دايركت بهذا الشكل، وممكن ادخل عن طريق المخطط التفصيلي. ان انا انقل بين كائن في النموذج وكائن اخر في نفس النموذج او في نفس الشريحه، اعمل كنترول انتر. يعني انا هكتب هنا واحد واعمل كنترول انتر عشان انقل اللي بعديه، واكتب اثنين خلاص كنترول انتر عشان اخلص واجيب واحده جديده. لو عايز مثلا هنا ثلاثه وعايز زي ما قلنا ايه هكتب في
كنترول انتر عشان نروح للمحتوى وابتدي اكتب ادي واحد مثلا تاني انتر عشان اجيب التانية انتر التالتة كنقاط زي ما انتم شايفينها. بهذا الشكل احنا خلصنا من الدرس ده، واتمنى على الله ان انتم ان شاء الله تكونوا فهمتوا وتكونوا فهمتوا الطرق المختلفة لادخال المعلومة عن طريق اما الشريحة القياسية العرض القياسي للشريحة او المخطط التفصيلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.